معي من القاهرة دكتور ماهر فرغلي الخبير في الجامعات المتشددة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور ماهر. إذا ما بدأنا بوجود داعش هناك في أفغانستان قبل أن نفند بموضوع ما نشرته جلوبال ويتنس، نتحدث عن آلاف 2000 تقريبا من المقاتلين، أنتم ما لديكم من معلومات عن وضعهم هناك دكتور ماهر وقدراتهم؟ في الحقيقة وضع داعش الآن في تزايد، يعني التنظيم في تزايد وليس في تناقص، على حساب حركة طالبان المنقسمة والمتشظية والتي تدور فيها عدة مشكلات منذ فترة ليست بالقصيرة. النقطة الثانية هي وجود ضعف الحكومة المركزية في كابول، والأمر الثالث هو غياب استراتيجية تفصيلية حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها داخل أفغانستان. هي تعتمد فقط على حماية بعض المدن الكبرى ومنها كابول، لكنها تترك باقي المدن لمشاكل. إلى أي درجة هو متغلغل في باقي المدن دكتور ماهر؟ هو على الحدود، المنطقة الحدود الباكستانية الأفغانية يتواجد فيها تنظيم داعش، هو الآن بنسبة 30%، يعني يتواجد بنسبة 30%، وهو في الفترة الأخيرة يعني كان له إصدار معروف اللي هو أرض الله الواسعة، تحدث فيه عن أنه سوف ينتقل من سوريا والعراق إلى خراسان، أي أفغانستان كما يطلق عليها، وهي محط الإمارة المقبلة. هذا في خطورة كبيرة جدا، يعني بالنظر إلى تقريركم كذلك، هو يعني ضعف الحكومة المركزية واستغلال هذه الهشاشة الأمنية الكبيرة جدا، يقومون هم باستغلال ذلك بالترويج للمخدرات، يعني بل وصناعة الهيروين والاتجار بها في العالم كله وتمويل عملياتهم الإرهابية، وكذلك أيضا حركة طالبان تقوم بذلك أيضا في أفغانستان، وتقوم بالتهريب، ويقومون أيضا بتجارة المواد السوداء، يعني المواد المحرمة دوليا داخل أفغانستان. هذه الخطورة وهذه هي المشكلة الحقيقية التي تحتاج إلى استراتيجية للتحالف والولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان لتقوية الحكومة المركزية ووضع خطوط واضحة لمقاومة الإرهاب عبر الأمور الأمنية والثقافية والاقتصادية. طيب، لكن الاعتماد فقط على الجيش هذا لا ينفع. طيب، غير ما ذكرت موضوع المخدرات وغيره دكتور ماهر، ماذا لديكم أيضا من معلومات عنه هناك؟ إضافة لما ذكرته جلوبال ويتنس، المنظمة الحقوقية تحدثت عن مئات الآلاف من الدولارات سنويا من التعدين غير القانوني لمادة تلك، تستخدم طبعا، نتحدث عن صناعة بودرة، تستخدم بصناعة بودرة الأطفال وغيرها. نعم، ما مادة تلك، يعني هم يعني وفق الإحصائيات حوالي 6 ملايين دولار تقريبا، وفق الإحصائيات التي وردت في تقارير إعلامية كثيرة، يعني هذا هو الدخل الشهري من هذه المادة. دخل المخدرات أكثر بكثير جدا، يعني يزيد عن 100 مليون، هذا يعني رقم كبير جدا، يقوم بأمراء الحرب بتمويل جماعاتهم ومنظماتهم وبسبب حركة طالبان من هذه الأموال الكبيرة. وهذه التجارة للأسف تمر عبر وسط آسيا ومن وسط آسيا إلى منطقة الشرق الأوسط. هذه المشكلة الخطيرة جدا. أنا أشكرك من القاهرة دكتور ماهر فرغلي الخبير في الجامعات المتشددة.